حسين على نار، تلقاه يهرول يطارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس، يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نواصل إطلالتنا على كيفية كتابة البحث، والتي بدأناها بالتعريف بالمورد الذي هو عنوان المحاضرة. المورد يعني عنوان المحاضرة بإيجاز شديد. والكتاب يقرأ كما قيل من عنوانه، يقرأ الكتاب من عنوانه. إذن نتبع الخطوات التالية في كتابة الموضوع. قلنا تحديد الموضوع والفكرة أولا، ثم تحديد محاور البحث والمداخل والمخارج، التعريف بالمعاني اللفظية، الكلمة معناها. لماذا أركز على هذه النقاط بالتسلسل؟ لأنكم كما تعلمون الكثير من الخطباء يضع عنوان المحاضرة ويمضي عنها ولا تجدون أثرا من عنوان المحاضرة ولا بيان لكل تفاصيلها أبدا، يدخل في المقدمات ويتوه في المخارج، يتوه في المخارج ولا تجدون لديه وحدة موضوع، بينما لو التزم ببيان معاني الألفاظ كلمة كلمة استفاد الناس من الموضوع ووصلت رسالة الحق إلى الخلق، وصلت رسالة الحق إلى الخلق، وأنتم القناة الطاهرة الأمينة التي توصل هذه الرسالة من الحق إلى الخلق. إذن مهمتكم خطيرة وعظيمة، لأن أي زلة أي خلل بنقل هذه الرسالة تعرضكم وتعرض الناس إلى التلف، لأنه ورد في الحديث إذا فسد العالم فسد العالم، إذا فسد العالم فسد العالم. في الدرس الماضي بينت لكم كما هو على اللوح أسماء المصادر التي تحتاجونها في كتابة بحوثكم، أهم المصادر. طبعا ستعانون من مسألة مهمة وخطيرة، وهي الشبهات التي تثار على سيرة المعصومين، شبهات كثيرة، منها عقائدي ومنها غير عقائدي. الكثير من الناس يريد أن يلفت الأنظار إلى أنه يفهم، يطرح سؤال ولا يعرف إلى أين يصل به الجواب، ولا يطلب منك جوابا حتى، ولكن يريد فقط أن يسقط مشروع الإمام الحسين عليه السلام. هل يعقل هذا الكلام الذي يطرح دائما وأبدا
على قضية الأئمة عليهم السلام وخاصة قضية الإمام الحسين عليه السلام. معقول يا ناس أن الإمام الحسين عليه السلام حمل على القوم فكشفهم حتى وصلوا إلى خان النخيلة الذي يبعد 40 كيلومتر عن مقر المعركة عن أرض المعركة؟ معقول؟ أقول نعم، كل شيء ورد في أهل البيت معقول، ولكن كيف تردوا أنتم على هذه الشبهات بمساعي أخي وعزيزي صاحب الفضيلة السيد علي أبو الحسن دام مؤيدا وبأريحية كاملة من العلامة السيد حيدر نجل المرجع الكبير سيد محمد سعيد الحكيم دام ظله العالي بهذه الأريحية الطيبة، جادوا علينا 50 نسخة من أفضل كتاب كتب عن الحسين عليه السلام، أفضل كتاب دون منافس، يرد على كل الشبهات التي ستخطر على بال المتقولين والمشككين في قضية أهل البيت عليهم السلام. جواب علمي بمستوى مراجع الدين لا بمستوى المؤلفين والقصاصين. وكلام المرجع هو مرجع الكلام، كلام المرجع هو ما يجب أن نرجع إليه. هو ما يجب أن نرجع إليه. بإذن الله تعالى عندما ينتهي الدرس كل طالب وطالبة من طلاب هذه الدورة المباركة، وأرجو أن تعتبروا هذا الكتاب هدية لكم من سماحة المرجع الكبير آية الله العظمى سيد محمد سعيد الحكيم دام ظله الوارف، يأخذ نسخة من الكتاب، نسخة من الكتاب ليكون مرجعا بين أيديكم ترجعون إليه عندما تثار في وجهكم الشبهات. فالكتاب يتناول أسباب فاجعة الطف، أهداف فاجعة الطف، والنتائج التي آلت إليها مصيبة الحسين عليه السلام. بحث تحليلي علمي مدروس يضع في متناول كل قارئ وقارئة وكل خطيب وخطيبة وكل متكلم ومتكلمة آلية للحركة على المنبر بقوة المرجعية، يعني الدليل العلمي الدامغ الذي لا يمكن لأحد أن يرد عليه. هذا يغنيكم عن الكثير من المصادر. بإذن الله تعالى بعد الدرس كل واحد من عندكم يأخذ نسخة من النسخ الموضوعة الآن على تلك الطاولة، هدية من مكتب سماحة المرجع السيد الحكيم دام ظله العالي. وإن شاء الله في نهاية الدورة سنحاول أن نستحصل لكم على العديد من هذه الهدايا التي تساعدكم في مشواركم في خدمة المنبر الحسيني النزيه الصريح الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، لا تأخذه في الله لومة لائم. أنتم تستعدون لمعركة، والذي يدخل المعركة يجب أن يكون مسلح. هذا سلاح من أهم الأسلحة التي وضعتها المرجعية بين أيديكم الأمينة إن شاء الله. أعود إلى بحثي. لو كان الحديث مثلا بدأنا عن رواية مثلا أو خطبة
أقرأ على مسامعكم خطبة من خطب أمير المؤمنين عليه السلام. من كلام لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال، وأرجو أن تلاحظوا كيف أن الكلام الذي قيل قبل 13 قرن ينطبق على اليوم. يقول سلام الله عليه: واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل بالحق فيه قليل، واللسان عن الصدق كليل، واللازم للحق ذليل، أهله معتكفون على العصيان، مصطلحون على الإدهان، فتاهم عارم وشائبهم آثم، وعالمهم منافق وقارنهم ممازق، لا يوقر صغيرهم كبيرهم، ولا يعول غنيهم فقيرهم. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. لو وضعنا هذه الخطبة موردا نتحدث عنه، مجلس ليالي أمير المؤمنين عليه السلام، ليالي القدر، ستأتيكم في شهر رمضان إن شاء الله. الإمام هنا نقول نبدأ بشرح الكلمات والمفردات مقطع مقطع، كلمة كلمة. واعلموا رحمكم الله، مع العلم الذي يضخه إلينا أمير المؤمنين عليه السلام يطلب للمجتمع الرحمة لكي يكون كما هو صنوه. علة الإيجاد رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واعلموا رحمكم الله، إذا علمتم يرحمكم الله، أما إذا لم تعلموا وتهتم في متاهات الزمان لن تبلغوا رحمة الله. علما إنها وسعت كل شيء ونحن شيء، لابد أن تسعنا. أنكم في زمان، أي زمان نحن فيه يا أمير المؤمنين؟ يقول القائل بالحق قليل. لماذا القائل بالحق قليل؟ لأن دعاة الباطل كثر، لأن دعاة الباطل أقوياء، لأن دعاة الباطل متسلطون على رقاب الناس، فيخشى صاحب الحق أن يقول كلمة الحق، لأن في ذلك الحق تطير رقبته. ومن كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام في موضع آخر يقول: لله أبو الحق لم يبق لي من صديق. فلو أن كل واحد من هذا المجتمع من عندنا قال لأخيه الكاذب: أنت كاذب، هل سيستمر في أخوته؟ لو قال الزوج لزوجته: أنت مبذرة، هل ستحترمه؟ أبدا. لو قالت الزوجة لزوجها: أنت بخيل، وهو حقا بخيل مثلا، هل سيرضى منها ذلك؟ سوف لن يرضى عنها ذلك. وإن قال الولد لأبيه: يا أبا أنت قاسي، هل سيقبل منه ذلك؟ لن يقبل منه. إذن يقل في المجتمع من يصرح بالحق. لأي شيء يدعوك أمير المؤمنين عليه السلام من خلال هذا الكلام؟ أن تقل الحق. وهنالك حديث رائع قرأته قبل أيام، يقول
قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، أو قل الصدق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، ولا تقل الكذب والباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. النجاة في الصدق. رواية سمعتها من بعض الكبار السن، لم أقرأها في كتاب، أن الصحابي الجليل جندب بن جنادة الغفاري أبو ذر رضوان الله عليه في يوم من الأيام كان يمر في السوق في أحد أسواق مكة، وكان يخبئ في عباءته شيئا ثمينا يبحث عنه المشركون، فلما أوقفوه في الطريق يا أبا ذر، قال نعم، ما هذا الذي في عباءتك؟ وأبو ذر، تعرفون من هو أبو ذر؟ صاحب اللهجة الصادقة، فلم يستطع أن يكذب، فقال لهم بحقيقة ما في جعبته، فتركوه ظنا منهم بأن الذي يحمل هذا الأمر لا يمكن أن يصرح به، فنجا من شرهم لأنه قال الحق. وكم من مرة لعلها مرت بكم أو مرت بنا في ظروف معينة يستوقفكم حاجز معين مثلا، ويكون معكم تحت الكرسي، تحت البنك، تحت التابلو سلاح، معكم سلاح يا شباب بهالسيارة؟ لا والله ما معنا، لا، ورأسا يقول لا والله، يقسم يمينا كاذبة. فتشوهم صف على اليمين صف على اليمين، ويفتش، وإذا بهم يستخرج السلاح. قال الكذب، ظنا منه بأن الكذب سينجيه، وإذا بالكذب مهلكه. لكن من الذي يستطيع أن يتحمل كلمة الحق؟ والحق يقول في كتابه المجيد ولكن أكثرهم للحق كارهون. هنا لابد لي من أجل تلطيف الأجواء، ونحن في أيام ولادة الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، لابد أن نعيش لحظات فرح. يروى أن أحدهم جاء إلى أحد الذين ادعوا خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شهادته، فقال له يا هذا إني أصبحت، يتحدث مع الحاكم، أصبحت أكره الحق. فاحمرت عين الحاكم، وأحب الفتنة، وأفر من رحمة الله. فنادى غاضبا يا هذا، يا جلاد خذه واضرب عنقه، هذا الرجل كافر، لأنه يكره الحق ويحب الفتنة ويفر من رحمة الله، فكيف؟ وكان أمير المؤمنين عليه السلام جالس في المسجد، فقال له على رسلك يا فلان، الرجل يمازحك يقول لك إني أصبحت أكره الحق والموت حق، فهل أنت تحب الموت؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال إذا لم يكفر الرجل، وإنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهو يحب المال والأولاد، فهل كفر الرجل؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال وأفر من رحمة الله، والمطر رحمة،
فإذا أمطرت عليك السماء هل تقف تحت المطر أم تفر من رحمة الله؟ فقال الرجل: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها. أبو الحسن سلام الله عليه لذكره: صلوا على محمد وآل محمد. إذن لماذا القائل بالحق في زماننا قليل؟ لهذه الأسباب. بعد: واللسان عن الصدق كليل، يتعب يا أخي والله. الوعاظ، علماء الدين، رجال التربية عجزوا مع مجتمعتنا بالنصيحة. هالمجتمعات: يا بنتي احفظي نفسك وشرفك بالحجاب، وإذا بها تخالف، وإذا بها تخالف يتبارين الفتيات في زماننا، والأشطر منهن من تبرز سنتيمترات معينة من جسدها أكثر من الأخرى فتفتخر بذلك على قريناتها. الأب ينصح ولده: اللسان عن الصدق كليل، تعب، تعبنا من النصيحة والتربية. بني حبيبي لا تشرب الدخان فإنه يضر بصحتك، وإذا به يأتي بالمعسل والأرجيلة، وتتطور الأمور إلى الحشيشة وإلى الهيروين وإلى الكوكايين وإلى أمراض ليس لها حصر وليس لها عد. الرجل يوصي زوجته: يا زوجتي، يا حبيبتي، يا شريكة عمري وحياتي، الأمور الاقتصادية ضيقة والمعاش قليل، اقتصدي في مصروفك، وإذا بها تأخذ 100,000 وتمضي إلى السوق وتعود إلى البيت، وإذا بها قد استقرضت من جارتها وزميلتها 100 فوقها، وحملت زوجها ما لا يطيق. وقد ورد في الحديث أن المرأة في آخر الزمان يدخل النار بسبب عياله، لأنه يطيع العيال فيما يطلبون، فأحيانا يطلبون ما لا يجد فيدخل في الحرام. يعني إذا زوجتي أصرت علي بناتي لها بسوار أو كقلادة التي تلبسها أم فلان أو أم فلانة، وأنا لا أملك، سأضطر إلى الرزق الحرام. وإذا أولادي طلبوا مني في مثلا في زمن إنفلونزا الطيور، طلبوا مني فروج، فمن أين أتي لهم بالفروج؟ سأضطر أن أشتريه بسعر مضاعف من أسواق التهريب وسأدخل في الحرام. وهكذا دواليك. إذن اللسان عن الصدق كليل، متعب. واللازم للحق: أهل البيت كانوا كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مع الحق والحق معه يدور معه. يعني قبلة الحق هو علي بن أبي طالب عليه السلام، قطب الحق هو علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكن أي معاش عاش علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وكلكم يقرأ وستقرؤون للناس كيف أنه ليلة شهادته واجه الله ببطن فارغة ما دخلها إلا قليل من الخبز اليابس، خبز الشعير اليابس، وجريش ملح، وقدح ماء. واستكثر أمير المؤمنين عليه السلام أن يقابل ربه
وفي بطنه زيادة على ذلك قدح من لبن، فكيف نواجه ربنا ونحن تستطاب لنا أنواع الأطعمة والأشربة والتي نعلم مصادر بعضها ولا نعلم حلية بعضها الآخر؟ وهنا لا بد أن ألفت الأنظار من هذا الدرس وعبر الشاشة المباركة إلى أن الكثير من الأطعمة المعلبة خاصة المستوردة من بلاد الكفر ابتعدوا عنها إخواني أخواتي، خاصة أنواع الشوكولا، خاصة بعض أنواع الأجبان والزيوت، خاصة بعض أنواع الصابون التي تصنع بشحوم الحيوانات أولا غير المذكات، وثانيا بالإضافة إلى شحوم الخنازير أجلكم الله الثرية والغنية بالشحوم. وهذا الكلام فتوى مرجعية وليس كلام استحسان شخصي، انتبهوا خاصة للأسماك التي تأكلون، خاصة للأجبان، بعض الأجبان مصنعة بإضافة شحوم الخنازير، وبعض الأجبان مصنعة بخميرة طبيعية لحيوانات غير معروفة، فانتبهوا لذلك واعتمدوا على المنتوجات البلدية فإنها أطيب وألذ وأطهر وأنقى وأحل وأغنى من كل شيء. لا بأس أشتري سلامة ديني ودنياي وآخرتي. لأنها فيها بعض الشيء. والآن مع الأسف طبعا مع الأسف اسمحوا لي بهالعبارة، حتى بعض الخضار التي أصبحوا يغذونها بالهرمونات فقدت طعمها الصحيح، فقدت طعمها الصحيح. دعونا عن هذا كله. إذن اللازم للحق عيشته صعبة. لماذا؟ لأن الناس لا يتساهلون معه، يضيقون عليه موارد العيش الكريم. زين، ما الذي وصل المجتمع لهذه المواصيل؟ هنا نشرح، نحن بعدنا عم نشرحها، لأن المجتمع أصبح بهذه المواصفات. فتاهم أهله معتكفون على العصيان. الله أكبر، بعد أيام يجيكم رمضان ستجدون أن الذين يتجمعون في الخيام الرمضانية أكثر بعشرات المرات بل بمئات المرات من الذين يتواجدون في الجوامع. أهله معتكفون على العصيان. مصطلحون على المداهنة والإدهان. مصطلحون يعتبرون المداهنة والمراوغة والكذب والنفاق واللف والدوران شيء عادي، والذي لا يعرف بهذه الأمور غشيم، غافل، متخلف. مصطلحون على الإدهان. من هم هؤلاء؟ فتاهم الشاب عارم مستهتر، وما أكثر الشباب الذين تسمعون من سياراتهم الأصوات التي تهتز لها أركان السماء، والذين لا يكترثون لعيب دون الحرام. الحرام تجاوزناه
واستطيبناه وأصبح لذيذا لدينا مصلحة. لكن العيب، حتى العيب تجاهلناه نهائيا. وما أكثر الشباب الذين يغزلون بسياراتهم في هذه الشوارع الضيقة. فتانا عارم وشائبنا، شايب عمره 80 سنة، وإذا به يحلق لحيته بالشفرة ذهابا وإيابا، ويلبس الشورت القصير بدعوى الرياضة. وإذا مرت أمامه فتاة جميلة هش لها وبش. شائبنا آثم. الكثير من الشيبة في المقاهي يلعبون القمار في ليالي العبادة. أرى بعيني هذه النقاط يجب أن تحاربوها أنتم. المنبر يعني المكان الذي ينبري فيه الحق للباطل. من على هذه الأعواد يجب أن تهذب المجتمع. بعد إذن فتانا عارم وشائبنا آثم وعالمنا رجل ديننا كالذين يخرجون الكثير على الفضائيات، ترونهم يعرعرون ويقرضنون ويفتون بما لم ينزل الله به من سلطان، ويسفكون الدماء. هذا أي عالم هذا الذي يحل لمسلم قتل أخيه المسلم، والذي يحل له انتهاك عرض ابنة أخيه؟ وما خفي أعظم. علماء السلاطين وعاظ السلاطين ما أكثرهم، وما نكسة هذه الأمة إلا بسببهم. انحرفوا بالأمة عن خط أهل البيت فأوقعوا أنفسهم والأمة في هذه المهالك. عالمهم منافق، وقارنهم يعني صديق العالم صديق الشاب مماذق. عندما تجلسون إلى الكثير من رجال الدين المحسوبين تجدون في أحاديثهم وسهراتهم الغيبة والنميمة والبهتان والزور وشرب الأراجيل والكلام عما لذ وطاب دون الالتفات إلى مآسي الشعوب الإسلامية. وما يتهدد مدرسة أهل البيت عليهم السلام من أخطار محيطة بنا إلا القليل ممن وفقهم الله لدينه. إذن العالم منافق وقرينه مماذق. الله يعطيك العافية. مولينا نعم تعرف فلان شو قال عنك اليوم، ويجيب له تقرير كامل. زين مولاي، من نم لك نم عليك. تعد عنها. لا تكن مجالسكم. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وكانوا يستغيبون فيه، فنادى على أحدهم فقال له: ما لي أرى الدم ينزل من أسنانك؟ ففكر أنه مجروح،
مد يده سيدي ليس هنالك دم. قال نعم وهنالك لحم كذلك. سيدي يا رسول الله ما فعلنا شيئا. قال لا كنتم تأكلون لحم بعضكم بعضا، أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقارنهم مماذق، بيت الأخير في خطبة الإمام علي عليه السلام وقد شرحناها في ربع ساعة، لا يوقر الصغير الكبير، أين وجدتم صغيرا يوقر كبيرا؟ أبناؤنا لا يوقرون، ليسترجي أحدنا أن يفيق ولده على الصلاة، بني انهض إلى الصلاة، حبيبي أذن أذان الفجر ستخرج الشمس بعد قليل انهض إلى الصلاة، ولا يقوم. بني حبيبتي بنتي انهضي إلى المدرسة بكير، مو شبعان نوم، ما فيني اليوم أروح على المدرسة، وأهل أمه جرة. لا يحترم الصغير الكبير. وقد كتب أحد الأدباء في مصر رواية جميلة مثلوها على التلفزيون، عنوانها لن أعيش في جلباب أبي، لابد أنكم رأيتموها وعشتم فصولها. نعاني من أبنائنا أن الصغار لا يوقرون الكبار. بعد وهنا بيت القصيد، ولا يعول من الإعالة غنيهم غنيا فقيرهم. أين وجدتم الغني يفكر بحال الفقير؟ لو رق الغني على الفقير لما أنزل الله العذاب على أمة من الأمم. الأغنياء الأعفاء الذين أعطوا عطاء ليس له حدود هم محمد وأهل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن شرحنا مفردات الخطبة بالكامل، نلخص ماذا يستفاد من هذه الخطبة. يستفاد من هذه الخطبة أن على كل إنسان مؤمن أن يتخلق بأخلاق أهل البيت، فهي نعمة الأخلاق، نعمة السجايا التي توصل العبد إلى رضوان الله وجناته. وما حرم الإنسان من لذة دنيوية إلا وعوض الله بخير منها في الجنة، في الجنة. وهذا وعد الحق جل وعلا. حولنا الآن سنعود لوين؟ لا يريد ندخل المصيبة. كيف ندخل في المصيبة؟ روية أن رجلا كان لديه فتاة واحدة ليس لديه سواها، وقد أصيبت بعلة كادت أن تموت فيها، عجز عنها الأطباء، فنصحه صحبه بأن يرافقها ويأخذها معه إلى الديار المقدسة، إلى بيت الله الحرام، لكي ترى تلك الأجواء القدسية النورانية تنشق عبير الكعبة حرسها الله ورعاها. ويمر إلى المدينة المنورة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد عنده الشفاء من كل داء. فامتثل الرجل، أخذ ابنته ومضى إلى الحج، أدى المناسك، ثم عاد إلى المدينة وزار دار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قال وعليك السلام، وتقبل الله طاعاتك، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور إن شاء الله، ما وراءك يا أيها الحاج؟ قال سيدي يا رسول الله، ليس عندي سوى هذه الفتاة، هذه الطفلة الوحيدة التي رزقني الله، وقد ابتليت بداء ليس له شفاء، وجئت أسأل الله بالشأن الذي لك عنده بالمحل الذي لك لديه أن يصلي عليك وعلى آل بيتك الطاهرين وأن تطلب لها الشفاء. ف
فنادى سيد الكائنات: بني حسين ولدي أبا عبد الله. وكان من عمر تلك الفتاة حدود 4 سنوات 5 سنوات. قال: نعم سيدي أبا يا رسول الله. قال: بني حسين، امدد يدك على رأس هذه الفتاة فتبرأ بإذن الله تعالى من علتها. وضع يده على رأسها فنشطت من عقال، كأن ليس فيها مرض أبدا. فصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرح الرجل، أخرج مالا لكي يكرم الحسين عليه السلام، يقدم هدية. فقال له النبي: يا هذا، إنا أهل بيت لا نطلب أجرا على ما نقوم به، ولكن انذر، قل لله علي نذر، إذا مر بدارنا في العراق سبي لآل محمد أن أصطنع لهم طعاما، وهم الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: سيدي، سبي لآل محمد يمر بالعراق؟ قال: نعم. أو كائن ذاك يا رسول الله؟ قال: نعم كائن. قال: لله علي نذر بذمتي، إن مر بداري أو بدار أسرتي وعيالي من بعدي سبي لآل محمد أن أصطنع لهم طعاما قربة لوجه الله تعالى، جزاء لما أطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما مرت الأيام حتى انتقل الرجل إلى رحمة الله وابنته هذه، وإذا بيوم من الأيام يمر ركب السبايا وعلى رأسهم السيدة زينب بتلك الديار. أخبرت المرأة بجيرانها أن هنالك سبايا لآل محمد. هذه العام خارج الدرس صرنا. فلما علمت بذلك قامت واصطنعت طعاما وأخذته على رؤوس الخدم إلى تلك الخربة التي كانت فيها زينب والسبايا. سلام عليكم، قالت لها: وعليك السلام. قالت لها: من المسؤول عن هذا الركب؟ قالت: أنا. من أنت سيدتي؟ قالت: أنا زينب ابنة علي. قالت لها: سيدتي، لقد اصطنعت لكم طعاما. قالت لها: أما علمت بأن الصدقة علينا حرام؟ آل محمد نحن لا نأكل الصدقة. قالت: سيدتي، هذا ليس بصدقة، ولكنه نذر نذره أبي في طفولتي، كنت عليلة بعلة الموت، وأدخلني أبي إلى دار رسول الله جدك المصطفى ومسح على رأسي ولده الحسين، فبرئت من علتي، وطلب مني جدك المصطفى أن أنذر نذرا أن أصطنع لكم طعاما إذا مر بنا سبي لرسول الله. قالت لها: وتعرفين الحسين؟ قالت: وكيف لا أعرفه، وقد انطبعت صورته في كل قطرة من دم شراهيدي، والله لا أنسى تلك الطلعة البهية والأقمار المحمدية. فقالت لها: أخي بارك الله فيك. قالت: سيدتي، أين هو الحسين؟ قالت لها: انظري على ذلك الرمح، رأسه الأزهري. وهنا وين دخلنا؟ دخلنا في مصيبة أبي عبد الله. ودون أن أنعى ودون أن أصور لكم المشهد، أشكر لكم دموعكم التي انساقت مع مصيبة سردتها سردا، وألتمس منكم أن تذكروها لجماهيركم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشكر لكم هذه المشاعر، ولا أخلى أن الله من هذه المشاهد. والآن أرجو منكم جميعا، كل واحد من عندكم يأخذ نسخة واحدة من هذا الكتاب، وقد أعددنا صورة لكي تتعرفوا على سماحة السيد المرجع
السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله العالي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار كل جاي هارو لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع رأسه رأينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.